أسدل الستار مساء الأحد على منافسات المرحلة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024-2025 من خلال إقامة 9 مباريات اهتزت فيها الشباك في 34 مناسبة، حيث بدأ الجولة فريق التعاون بتحقيق الفوز على ضيفه الخليج بهدفين لهدف. قذيفة منتظرة، مهديوي غيرها هناك، الجميع حضرها هنا، الله ما أجمل. السكري خامسا ب6 نقاط، وأبناء الدانة ب13 بنقاطهم الثلاث. وفي خميس مشيط تم الإعلان عن تحقيق ضمك أول انتصاراته، وكان على حساب الأخدود ب3 أهداف لهدف، قفزت بفارس الجنوب للمقعد 12. أما أبناء نجران فقبل الأخير يقبعون دون رصيد. الأخدود يعاني وأنكودو يسجل. أقوى مواجهات الأسبوع كان الكلاسيكو الذي جمع النصر بالأهلي في الأول بارك، تعادل إيجابي في الوقت القاتل، أهدى أصفر العاصمة نقطته الخامسة ليصل للمرتبة السابعة، وحطم أمال الراقي فاستقر تاسعا. ومصد قداء الفريق بداية المباراة سيء ونهاية المباراة سيء، والفريق بس مجاهز، لكن بس أنا أقول كلمة واحدة، مبروك للنصر التعادل في ملعبهم، والوعد جدا إن شاء الله. النصر صراحة لازم يطردون مدرب، أنا أشوف أن المدرب لازم يطلع. بأتكلم عن أول شيء اللي حصل اليوم هو مهزلة كروية لنادي النصر. وفي الأحساء واصل الكوماندوز رحلة الإبداع وحلقوا بالانتصار الثالث على التوالي، الفتح كان هو الضحية الثالثة، نقطة تاسعة للاتفاق في المركز الثالث، والنموذجي يتراجع للمقعد 14. تلعب على اليسار، الاتفاق جواو كوستا، جواو كوستا. وشهدت المجمع سقوط فارسها البرتقالي أمام رائد التحدي بخماسية نظيفة، الفيحاء لا زال بعيدا عن مستواه، لذا هو في قاع الترتيب دون نقاط، وأحمر بريدة ثامنا ب4 نقاط. كرة من الناحية اليسرى الآن، الكرة خطيرة، الرابع 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 في المرمى، جول. وواصل الهلال علاقته بالرقم 3 حينما حقق انتصاره الثالث على التوالي وبتسجيل 3 أهداف تحديدا. أزرق العاصمة تغلب على مدرسة الوسطى وحل وصيفا ب9 نقاط، والرياض عاشرا ب4 نقاط. فريق قد اللي عليه في الملعب، ولكن نتيجة الفوز والخسارة يعني هي واقعية في كرة القدم. ورغم كل الظروف عاد الليث الأبيض من المنطقة الشرقية بانتصار ثمين على القادسية بهدف للا شيء. الشباب قفز أكثر من خطوة نحو المركز السادس ب6 نقاط، وبنو قادس لا زالوا في المرتبة الثالثة ب6 نقاط. احنا عندنا 25 لاعب، ما في لاعب اكبر من فريق، كل اللاعبين باذن الله قد الثقة. وحصد الصاعدان الخلود والعروبة نقطتهما الاولى هذا الموسم بعد ان تعادلا ايجابيا بالثلاثة، لتأتي كل ارقامهما متشابهة، ومعها يتواجدان في المرتبتين 15 و16. أخيراً حقق الاتحاد فوزاً كاسحاً على حساب شقيقه الوحدة ب7 أهداف لهدف، العميد بنقاط كاملة في الصدارة، والفرسان في المركز 11 ب4 نقاط. انتصار مهم وانتصار كبير قبل أكيد لقاء الهلال، إن شاء الله القادم أفضل بالنسبة.